السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. عاوز أتكلم مع حضراتكم في عدة موضوعات. أولا بداية انسحاب النادي الأهلي من الدوري. كلمة انسحاب والناس اللي بتتردد أو الزملكاوية أو مرتضى منصور ومحمود معروف أو الشيخ خالد الغنور او احمد جمال او الناس اللي هي في الدايره بتاعه مرتضى منصور اللي بيرددوا نفس كلام مرتضى منصور ومنهم مدحت العدل وغيره 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 اللي قال لك الاهلي قال هنسحب وما انسحبش. طب هو النادي الاهلي لعب بعد ما قال هنسحب؟ مثلا النادي الاهلي قال بالنص كده مثلا هدد بعدم استكمال مبارياته في مسابقه الدوري. بعد القرار ده بتاع النادي الاهلي الكلام ده طلع بعد مباراه الاسماعيلي. بعد مباراة النادي الأهلي والإسماعيلي اللي انتهت بالتعادل 1-1 والهدف اللي جابه هدف رائع بصراحة بتاع الإسماعيلي كريم بامبو واللي فيه أقاويل إن هو هيتم إعلان الصفقة أو انتقال النادي الأهلي بشكل رسمي خلال اليومين اللي جايين يعني. فمن بعد مباراة الإسماعيلي إيه اللي حصل؟ النادي الأهلي لعب؟ هل تقدر أي واحد دلوقتي يقول النادي الأهلي رجع في كلامه؟ النادي الأهلي لسه على كلامه، يعني من وقت مباراة الإسماعيلي كان قال لك هيلعب المقاولين راح الاتحاد المصري مأجل مباراة المقاولين والأهلي. النادي الأهلي هدد بعدم استكمال مبارياته أو مسابقة الدوري. هل النادي الأهلي استكمل لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ هل النادي الأهلي لعب لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها؟ يعني النادي الأهلي ما رجعش في كلامه. لكن اللي رجع في كلامه اللي قال مش هلعب مباراة حرس الحدود إلا لما النادي الأهلي لعب مع المقاولين. لا الأهلي لعب مع المقاولين ولا هو ما لعبش مع حرس الحدود. يبقى مين اللي رجع في كلامه؟ بس النقطة دي ترد بيها يعني من وجهة نظري على كل الزملكاوية اللي ماسكينها. الخطيب رجع زي ما محمود معروف يقول لك الخطيب حنفي، الخطيب مش حنفي، الخطيب هو الخطيب رجع يا محمود يا معروف يا مش عايز أقول حاجة تانية. الخطيب رجع؟ قريت أنت نص النادي الأهلي؟ النادي الأهلي قال لك إيه؟ المطالب بتاعته لو ما لعبتوش تكافؤ الفرص، لو المجولة الأخيرة ما اتلعبتش، لو خمس مطالب للنادي الأهلي وقتها. وقال لك لو لم تتم هذه الاهلي بيهدد بعدم استكمال مسابقه الدوري. هل النادي الاهلي استكمل من يوم 25 من وقت ما البيان ده طلع والخطاب راح للجبلاء اتحاد المصري لكره القدم الاهلي لعب؟ يبقى مين اللي عند كلمته؟ مين اللي نفذ كلمته؟ النادي الاهلي طبعا والخطيب. النهارده كلهم ملمومين حوالين الخطيب بيتحايلوا على الخطيب علشان بس يرضى يبطل شكوى خطيب وبرضه هنحاول قدر الامكان يمكن نلعب. طب نمد فترة القيد، طب نأجل فترة القيد، طب مش عارف ايه قصص كلها علشان ايه؟ علشان النادي الاهلي النهاردة قدم شكوى لجنة التظلمات، هيقدم شكوى لمركز التسوية في اللجنة الأولمبية، وبعد كده هيكمل هيقدم شكوى بكرة تقريبا، يعني هيقدم شكوى لمركز التسوية وبعد كده هيروح للاتحاد يقدم شكوى في الاتحاد الدولي الفيفا، لان الناس قالت لي مش فيلا، والله عارف انها فيفا بالاف اف اي اف، بس انا من يعني عادي الناس كلها فيفا الفيفا الفيفا، معلش سامحوني يا جماعه واغفروا لي ما تعلقوش على واحده يعني. المهم قال لك ايه؟ تم ثم يتجه للاتحاد والمحكمه الرياضيه بسبب ازمه المباريات المؤجله بالدوري. والمتحدث الرسمي شريف فؤاد مش بس النادي الاهلي، قال لك النادي الاهلي مسؤول امام الجميع للحفاظ على حقوق النادي وانه متمسك بحقوقه، وإن في 9 أندية أرسلوا مذكرة بإلغاء الهبوط في الدوري، لكن الجميع يريد إلغاء المسابقة، 9 أندية عايزين يلغوا المسابقة. وإحنا كراجل أهلاوي وأعتقد حضراتكم هتتفقوا معايا، يعني وقال لك قرار الأهلي بعدم استكمال المباريات ليس له علاقة بانسحابنا من بطولة الدوري، فهناك فرق يجب أن يعلمه الجميع. استكمال مباريات غير الانسحاب، وهو أساساً استكمل ما قالش انسحاب، قال عدم استكمال. في نفس الوقت حتى لو الاثنين واحد ما الأهلي ما لعبش، لأن لحد هذه اللحظة ما لعبش. لسه في كلام وشد وجذب انت تقول وانا اقول ورايك ورايك، وانا بهدد دلوقتي. التهديد ده معناه ايه؟ بسبب اسباب، لو زالت الاسباب دي بقى خلاص التهديد بيروح، ولا انا هقتل نفسي لو ما جبتلوش مش عارف ايه، جبنا لك الحاجه اللي انت عايزها برضه تقتل نفسك؟ فتردوا على جماعه الزملكاويه اللي مش عارفين اي حاجه وبيردوا قطيع ماشي ورا مرتضى منصور. انا عايز اتكلم مع حضراتكم في قصه ثانيه بقى، الانسحاب والتسع انديه اللي بيطالبوا بالغاء الدوري. انا كراجل اهلاوي اتمنى من كل قلبي ان الموضوع يرسي على الغاء الدوري هذا الموسم. ليه؟ علشان تركي آل الشيخ. ليه؟ علشان مرتضى منصور وصفقات تركي آل الشيخ.
ليه؟ علشان الزمالك ما يشاركش في بطولة افريقيا الموسم القادم. ليه؟ علشان بيراميدز ما يشاركش في الكونفدرالية الموسم القادم. ده وجهة نظري، واتمنى ان ده يتحقق. بس هنا ابو ريده ما يقدرش تركي آل الشيخ ونادي بيراميدز بعد اللي عملوه ده كله ما يقدرش يلغي ده. هو قال لك النهارده الغاء الدوري مستحيل، بس انا كراجل اهلاوي امنيتي ان الدوري يتلغي. طب يتلغي ليه؟ النهارده لو اتلغى يبقى كل اللي عمله تركي آل الشيخ خلال السنه من فرقه وعبد الله سعيد واتحدى الاهلي وعمل ومش عارف ايه، حتى احمد عفيف اللي كان بيتكلم بيقول لك الاهلي لما طلع البيان حاسب حسبته عشان عمر الميداني وعبد الله سعيد واخدين ثلاث انذارات فمش هيلعبوا، وكمان قال لك احمد شوبير قال لك الكاس في مهب الريح، كله رايح، فلوسك رايح، نتائج الاهلي وبيرمس يعني لو اتلغي الموسم ده خلاص كان لم تكن موسم، كاننا كنا كاتبين حاجه في ورقه كده ومسكنا ورقه قطعناها او ولعنا فيها، مفيش حاجه هتتسجل. فانا من وجهه نظري كاهلاوي اتمنى ان النادي الاهلي او الاتحاد المصري لكره القدم يلغي المسابقه دي. الزمالك بقى، الزمالك فلوس 50 مليون دفعهم ابو فدفعهم تركي لجروس، مش جروس كانه ما جاش، بس هو ياخد بطوله الكونفدراليه وخلاص. جروس وبطيب وفلوس اللي جابها او اللي عملها الزمالك وكده يرجع تاني يلعب في الكونفدراليه الموسم الجديد يشوف له، لكن ده امنيتي انا واحد اهلاوي يعني. تعالوا ناخد بقى بعض التعليقات السريعه بخصوص النادي الاهلي وازماته مع الاتحاد المصري لكره القدم. واحد زي نادر السيد، نادر السيد ده قال لك ايه؟ ليه نادر السيد كلنا عارفين لعب في الزمالك واحترف ورجع لعب في الاهلي ورجع لعب في المصري، وهو عارفين هو زملكاوي، حتى ابنه بيلعب حارس مرمى في نادي الزمالك، زملكاوي يعني معروف نادر السيد. نادر السيد بيتكلم يقول لك المصلحة تحتم انهاء الدوري قبل بطولة افريقيا، ليه؟ لأن نادر السيد بيقول الكلام ده. علشان تعاقدات، علشان زي الكلام اللي قلناه قبل كده، تلحق تشتري لعيبة، تلحق تبيع لعيبة، تلحق تعير لعيبة، تلحق تتفق مع مدربين، تلحق تعمل اعراض، تلحق تسجل لعيب، تعمل فتره اعداد، كل ده يا جماعه مش مصلحه الاهلي بس، مصلحه كل الانديه. ده واحد زي نادر السيد بيقول كده. مدحت شلبي بقى، مدحت شلبي وغير مدحت شلبي، مدحت شلبي في برنامج مثلا انوار ولا اللي بيجي على قناه السبورت ده اتكلم قال لك ايه؟ الزمالك مش عايز يلعب قبل كاس الامم الافريقيه علشان فرجاني ساسي. فرجاني هو الموضوع بقى لعيب الزمالك في المنتخب عادي بالنسبه للزمالك. وده حاجه معروفه وخالد غندور قالها مليون مره، قال لك انا هلعب مستني فرجان بعد كاس الامم الافريقيه الزمالك هيبقى اقوى، هيكون اللعيبه خدت راحتها ومستني، وهيرجع مصطفى فتحي وهيرجع فرجاني ساسي وهيرجع مش عارف مين وهيرجع معاه. ايه يا عم في ايه؟ هو انتم من غير فرجاني ساسي مالكمش لازمه؟ هو انتم من غير مصطفى فتحي مالكمش لازمه؟ وبعدين ضمنت منين فرجاني ساسي مش يمكن يتصاب في كاس الامم الافريقيه مع تونس؟ يمكن مصطفى فتحي ما يرجعش في مستواه؟ يمكن دخلت في الغيب وعرفت يعني وكده كده ان شاء الله الدوري رايح لو حتى هيستكمل. انتوا ايه في فرق ثلاث نقط؟ لو نقطه واحده واعتقد انه صعب بعد محمد صدقي مشي ولسه ما نعرفش مصير تجديد اعاره الجونه، لاعبي النادي الاهلي الاربعه والاسماعيلي قصه الزمالك يعني. بس برضو النادي الاهلي لو اتعادل مع الزمالك في المباراه يعني القصه انتهت يعني. لو جبت لي فرجاني ساسي، عفريت الازرق، لا لزرق على رأي مش عارف مين فيلم العسير، عفريت لزرق لعب معاكم، مش هتفرق مع النادي الاهلي. ده سريعا كده مع تعليق على مدحت شلبي وفرجاني ساسي. سيد عبد الحفيظ بقى، سيد عبد الحفيظ بيرصد تناقضات الاتحاد المصري لكره القدم. قال لك سيد عبد الحفيظ انا مستغرب جدا، مستغرب جدا الصراحه، ده من خلال تصريحات لي على قناه النادي الاهلي. طلع وقال انا مستغرب من موقف اتحاد الكره في موسم 2017 والموسم بتاع 2019 الحالي. قال لك 2017 كان عكس موقف الموسم الحالي تماما. اتحاد الكره وقتها طلب بعدم لعب الصفقات الجديده في مباراتي سموحه والمصري قبل النهائي والنهائي، في قبل النهائي والنهائي بتاع كاس مصر. وقتها الاهلي كان تعاقد مع وليد ازارو، ايمن اشرف، واسلام محارب، ولم نتمكن من اشراكهم اي منهم، لم ما قدرناش نشرك لايمن اشرف ولا وليد ازارو ولا اسلام محارب بسبب كلام او لوائح اللي طلعها وقتها الاتحاد المصري لكره القدم. قال لك ايه؟ بعدم لعب الصفقات الجديده بحجه ان ده موسم وده موسم، يعني موسم اللعيبه بتاعه الموسم القديم ما ينفعش الصفقات الجديده تلعب في كاس مصر على اعتبار ان كاس مصر لسه في الموسم القديم، لعيبه ما تلعبش يعني. قال لك ولم نتمكن من اشراك اي منهم في مباراتي الكاس بحجه ان البطوله من الموسم المنقضي، بس الموسم ده حديث اتحاد الكره اختلف.
قال لك ايه وعدنا يعني اتحاد الكره عشان يلم نفسه الموسم ده غير كلامه اللي قاله في 2017، قال لك وعدنا بامكانيه مشاركه اللاعبين الجدد في بقيه مباريات الكاس، وقال لك ده شيء غريب يعني مش ده هو كاس مصر اهو اللعيبه اللي احنا هنجيبها لو الاهلي دلوقتي اشترى صفقات حاليا. قال لك مين هخليك يخليهم يلعبوا معاك في كاس مصر؟ طب ما هو كاس مصر ده من موسم سابق، اشمعنى المره دي بقى؟ انت بتغري الانديه وبتجر رجل الانديه يعني علشان الناس تصدقك وتسمع كلامك يعني؟ فهو ده اتحاد الكوره بتاع مصالح، شوف هو بيشوف ايه مصلحته وبيحط لوائح وبتاع، مفيش ثوابت عندهم، مفيش قوانين، مفيش لوائح ثابته، كله بيتغير طبقا للمصلحه، بس النادي الاهلي مستمر في شكواه ان لم يتم تنفيذ طلباته، لان النادي الاهلي مفيش على راسنا بطحه ولا احنا عندنا اراضي واخدينها من الكلام الفاضي، ولا مرتضى منصور يقدر يهددنا بشيء مخل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.